شهدت المناطق الجبلية في ولاية الحمرة بالمحافظة الداخلية هطول أمطار تفاوتت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة، حيث شهدت مسفات العبريين أمطارا تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت إلى جريان عدد من الشعاب، كما هطلت أمطار متوسطة على جبل شمس ووادي النخر، وكذلك هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات محافظة الظاهرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. وهذه مشاهد للأودية كما الآن.